يرقصن على أنغام كاتيوشا الروسية وسط دمشق. طالبات وطلاب سوريون في منطقة برز تحديدا عادوا إلى مدرسة رممتها مجموعة العمل الديني الروسية المشتركة. احتفال روسي حضره وفد من الطوائف الدينية الروسية وعدد من رجال الدين والمسؤولين المقربين للنظام الأسد بعد ترميم المدرسة، والذي كلف حسب ما ذكرت وكالة روسيا اليوم أكثر من 300,000 دولار أمريكي. ليست هذه الخطوة الأولى لروسيا نحو التغلغل وفرض وجودها اجتماعيا وثقافيا في البلاد، ففي العام الماضي تم استحداث قسم لتدريس اللغة الروسية بكلية الآداب في جامعة دمشق، سبقه افتتاح أول مدرسة روسية في الشرق الأوسط تتبع المناهج الروسية مترجمة إلى العربية، ناهيك عن إدراج اللغة الروسية كلغة ثانية تدرس إلى جانب الإنجليزية وبديلا اختياريا عن الفرنسية منذ عام 2015. تشير المعطيات هنا إلى توجه روسيا لفرض سيطرتها وترسيخ وجودها ثقافيا بالتوازي مع وجودها العسكري الداعم لنظام الأسد منذ سنوات. إلا أن اللافت في افتتاح المدرسة بحد ذاته السيطرة الدينية في نظام لطالما ادعى العلمانية ضمن مؤسساته على الأقل، وغياب سؤال جوهري حول من هدم هذه المدرسة وآلافاً أخرى على امتداد البلاد من شمالها إلى جنوبها.